بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الادابتيف هوفمان، شفنا مثال عليه اللي هو كان حروف A B 3 C 4 A، شفنا ازاي بيتضغط مع بعض. تعال نفتكر تاني كده كنا بنعمل ايه، اهو ده اللي احنا كنا جربناه بايدنا. كان بياخد الحرف الاولاني ال A، حط الشورت كود مباشرة، بعد كده اما جات له ال B اضطر يحط الكود بتاع النود الفاضية اللي هي ال NYT اللي هو كود 0، بعدها شورت كود بتاع البي، هو كده واقف هنا عند البي. بعدها ما جاله حرف السي عمل نفس الكلام، ما كانش موجود قبل كده، وبالتالي حط الكود بتاع الان واي تي اللي هي النود الفاضيه اللي هي دي اللي فرع منها السي بعد كده. وبعدين بدا يعمل ابديت للتري لغايه ما لقى هنا يحتاج سواب ما بين الاثنين دول، عشان هنا 1 وهنا 1 والنود دي رقم اعلى من النود دي، عمل سواب. لو رجعنا لورا خطوتين كده اهو، ده السواب اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا كنا عملناه بايدنا اول سواب. كده خلص السواب بتاعه، جات له سي بعد كده ثانية. المرة دي سي كانت موجودة عنده فاتلها الكود اللي موجود اللي هي 101 اهو، حطه هنا. وهيعمل بعد كده ابديت للتري، هيتشيك السي ممكن تبدل مع مين، هنا جواها 1 ينفع تبدل مع دي سواب، وينفع سواب مع اللي هنا. هو اختار طبعا يسواب مع الاعلى، هتلاقي السي طلعت فوق دلوقتي والاي نزلت لتحت، السي بقت فوق هنا، الكاونتر بتاعها زاد. بعد كده هيروح يابديت الاربعه اللي هنا دي، خلاص السي الثالثه اللي بعدها ادى السي كود 0 اللي هي فوق. بعد كده هنا 2 وهنا 2 هي سواب، لان دول هنا 2 بينما فعليا دي السي رقم 3، وبعد ما يسواب زي ما قلنا هيزود الكاونتر، اهو ده اللي حصل، زود الكاونتر بقت 3. بعدها جات له الايه، اضطر يديها الكود اللي تحت خالص، ان الايه بقت تحت 001، فنشيك على السواب لا هيسواب مع البي، هيسواب ويزود الكاونتر عشان يبقى الايه ب2 بعد شويه، اهو بقت الايه ب2 بعد ما عمل السواب. يفضل ليه ابديت، لو احتاج سواب فوق يبقى يسواب فوق. مره ثانيه جات الايه، هيديها الكود بتاعها اللي هي بقى دلوقتي 01 عشان هي جت مره جديده، وهو بيابديت هيلاقي هنا بقى في 3 وهنا 3، هيسواب الاثنين دول مع بعض، السي هتيجي على الشمال، هنا بقت 4، طبيعي 4 لو هتشيك كده 3 A و1 B، فالمجموع بتاعهم فعلا 4، و3 C يبقى المجموع النهائي 7. جت A كمان مرة، هيلاقي المرة دي الـ A جت 3 مرات ودي الرابعة، والـ C أوريدي جت 3 مرات قبل كده، بس ما جاتش الرابعة بتاعتها، هيسواب الاثنين دول مع بعض لأن دي أعلى من دي. فهيتبدلوا هيطلع الايه فوق، ما نزودها بقى 4، وخدت الكود بتاعها اللي هو 0. اخر مره جت الايه حط لها كود 0 اللي هي بقت فوق دلوقتي خالص، هيسواب الاثنين دول مع بعض. زي ما قلت لو عملت سواب مش محتاج، لان خلاص مفيش كود تاني هكوده بعد كده، فانا مش محتاج التري بعد كده في حاجه. دي الطريقه بتاعت الكومبريشن بتاعنا. كده خلاص خلصنا، وده الشكل النهائي بتاعنا. هلاقي طبعا هنا 9 لان دول عددهم اوريدي 9، فكده التريبا البالانس بتاعتنا مظبوطه. لو احنا بنلاحظ هنا الجزء الاول ده كان فيرست اوكيرنس، الاي البي مع الان واي تي، السي مع الان واي تي، ده فيرست اوكيرنس. بعد كده الاكواد عماله بتتغير زي ما احنا شايفين كده، تبقى طويله وبعدين بتقصر بتقصر على حسب معدل التكرارات شكلها ايه. ادي الاي اكواد اهو 3 بت 2 2 بعدين بقت 1، كل ما بتتكرر اكتر كل ما بتدي ايه تدي. لو عايزين بقى نعمل دي كومبريشن، الدي كومبريشن فكرته هي نفسها الكومبريشن بالظبط، عشان كده مش محتاجين نقعد نجربه بايدنا مره ثانيه. تعال نشوف كده، انت لقيت 0 0، انا عارف دايما اول حاجه هتجي لي هتكون شورت كود، يبقى اول حاجه موجوده عندنا هو حرف الايه، ان شورت كود 0 0 ده حرف الايه. اقول لك اعمل كومبريشن للايه، هتعمله ازاي؟ ادي نود فاضيه، عملنا سبليت الاثنين، حطينا الايه هنا، هنا 1 وهنا 1 وهنا دي النود الفاضيه، كان الايه موجوده عندي. بعد كده لقينا هنا زيرو، هل الزيرو ده هو حرف الايه؟ لا، الايه واخده كود 1. هل الزيرو ده ان واي تي؟ اه ان واي تي. يبقى وانا مغمض اللي بعد الزيرو ده هيكون شورت كود 01 يعني حرف البي، يبقى اروح اقول الحرف اللي بعديها هو حرف البي، اقول لك اعمل له كومبريشن، انت عرفت اللي بي اهو،
ده ان واي سي وده البي. روح بقى زود البي عندك، اعمل سبليت زي ما عملنا قبل كده، حط هنا واحد وهنا واحد وتشيك لو في سواب ولا حاجه وخلصنا البي. هتشيك وبعدين كودنا ثاني، ادي 0 ادي 1 0 0 0 1 بقيت 0. هل في حاجه هنا 0؟ في ده بس ده بيرت ما بشتغلش بيه، انا بشتغل بالليف دي دايما. 0 0 في حاجه 0 0 اهي ان واي تي. يبقى اجين وانا مغمض ده ان واي تي، يبقى اللي بعدها ده هيكون شورت كود. شورت كود 1 0 ده بتاع حرف السي، يبقى الحرف اللي عليه الدور هو حرف السي. هعمل له كومبريشن اهو، زودنا حرف السي بنفس الطريقه وحط هنا 1 وهنا 1 واعمل ابديت واحتاج السواب هنا زي ما عملناها واحنا بالكومبريس بالظبط. يعني انت كل مره معاك طرف الخيط جالك الحرف حطه، وبعدين بص على الكود شوف هو مين موجود عندك، حط الحرف اللي بعديه اعمل له كومبريشن كانك بتكمبريس بالظبط. يعني اللي بيكود برنامج الكومبريشن هياخده هو نفسه يعمله دي كومبريشن. كده خلصنا السي. بعدها هنبتدي بقى ندور ايه اللي موجود عندنا. هنلاقي عندنا هنا اهو، هنمشي بقى واحده واحده اهو 101 موجود عندي هنا اهو سي في التري، يبقى خلاص يبقى حرف السي. روح بقى ابديت التري بتاعتك، السي دي هتبقى 2 وهتسواب مع اللي فوق عشان تبقى اعلى من الايه زي ما ادي السي طلعت لفوق مره ثانيه هنا. خلص الابديت بتاعك. بعدها جالنا 0، الزيرو ده هو حرف السي، يبقى السي جت كمان مره. اعمل ابديت هتلاقي اللي سوابها سي هتروح الناحيه دي، نقلنا السي الناحيه دي. بعدها هيجي لنا 001 اللي هي حرف الايه اللي هنا اهو، ادي حرف الايه تاني. تروح اعمل ابديت هتلاقي الايه هتنقل مكان البي عشان ده هنا 1 وهنا 1 فبيعمل سواب. نفس بتاع الكومبريشن بالظبط، لو ناسي ارجع للفيديو بتاع الكومبريشن هتلاقي هي نفس الكلام ده موجود. عملنا سواب. بعدها هلاقي 01 01 اللي هي حرف الايه تاني، يبقى الحرف اللي عليه الدور هو الايه اللي هم دول. هتعمل ابديت للايه بتاعتك وتكمل كده ايه برضو لغايه الاخر. هنا 11 هي الايه برضو حرف جديد، ساعتها هنقول بقى ده 3 وده 3، اعمل سواب ما بين الاثنين وزود الكاونتر. الاي بقت فوق قيمتها 4، لقيت هنا 0 اللي هو الزيرو ده يبقى هو حرف الاي، يبقى اللي ده كان ايه. كده احنا كده فكينا بنفس طريقه الكومبريشن بالظبط. فالادابت فوفر لطيف جدا في ان هو الدي كومبريشن هو نفسه التكنيك بتاع الكومبريشن، فيري سمبل، والابديت هو الابديت والاكواد هي الاكواد وهكذا. نشوفكم ان شاء الله المره الجايه في تكنيك تاني بقى مختلف عن الادابتيف هوفمان خالص.